اعزائي التلاميذ وتلميذات السنه الثانيه بكالوريا علوم تجريبيه، في الحصه ديال اليوم اللي حصه من دروس ماده الرياضيات غنشوفوا تذكير بالعلاقات المرتبطه بدرس الاشتقاق. غنشوفوا في الفقره الاولى رتبه الداله والاشتقاق، كيفاش كيمكننا الاشتقاق من معرفه رتبه الداله. ثاني شيء غنشوفوا تعبير معادله المماس، وفي اخر الفيديو ديال اليوم اخر درس ديالنا غنشوفوا التاويل الهندسي لواحد الحاله خاصه من حالات الاشتقاق. اول شيء نشوفوا الاشتقاق وتغيرات الداله. نعتبر اف داله قبل الاشتقاق على مجال اي. اول شيء نقول ان اف تزايديه على المجال اي اذا وافقت اذا كان لكل اكس من المجال اي اف بريم لاكس اكبر من او يساوي صفر. نقول ان اف تناقصيه على اي اذا كان لكل اكس من اي اف بريم لاكس اصغر من او يساوي صفر، يعني ان اف بريم كتكون سالبه. والحالة الثالثة أن نقول أن f ثابتة على المجال E إذا وافقت إذا كان لكل x من المجال E f بريم لx كتساوي صفر. إلا بغينا نعرفوا رتبة دالة معينة يكفي نحسبوا المشتقة ديالها وندرسوا الإشارة ديالها. أما فيما يخص معادلة المماس لتكون f دالة قبل الاشتقاق في x صفر، x صفر عنصر من مجموعة تعريف الدالة f، نقول المستقيم دلتا ذو المعادلة y تساوي f بريم لx صفر عامل لإكس ناقص إكس صفر زائد إف لإكس صفر هو المستقيم المماس لمنحنى الدالة إف عند النقطة أ ذات الإحداثيات إكس صفر إف لإكس صفر. إذن فهذا هو التعبير المختصر لمعادلة مماس منحنى الدالة في نقطة معلومة. نديرو التمرين اللي غنخدمو فيه هاد الخاصيات بجوج. نعتبر الدالة إف المعرفة بإف لإكس كتساوي إكس ناقص واحد على إكس. السؤال الأول حدد د اف مجموعة تعريف الدالة اف. السؤال الثاني احسب نهايات عند المحدات. السؤال الثالث احسب اف بريم لاكس لكل اكس من ار نجمة، هذه هي ار محرومة من العدد صفر، وانشئ جدول تغيرات الدالة اف. والسؤال الرابع حدد معادلة المماس للمنحنى عند النقطة ذات الافصول واحد. السؤال الاول هو تحديد مجموعة التعريف ليقول ان اكس ينتمي الى مجموعة التعريف، هذا يكافئ ان المقام عندنا تما هو إكس يخالف صفر. إذن شنا هي مجموعة التعريف؟ إذن مجموعة التعريف الدالة إف هي ناقص ما لا نهاية صفر اتحاد صفر زائد ما لا نهاية. السؤال الثاني المطلوب مني هو حساب النهايات عند المحدات. المحدات هما ناقص ما لا نهاية صفر على اليسار صفر على اليمين وزائد ما لا نهاية. إذا نبداو بناقص ما لا نهاية. الليميت حينما يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية لإف لإكس تساوي الليميت حينما يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية لإكس ناقص واحد على إكس. إكس نعوض بناقص ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية، وواحد على ما لا نهاية هو صفر، وبالتالي هذا سينعدم وتبقى لي إكس. إذا نقدر نكتبها هي الليميت حينما يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية لإكس اللي هي ناقص ما لا نهاية. نديرو نفس القضية بالنسبة لإكس حينما يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا النهاية حينما يؤول إكس زائد ما لا نهاية لإف لإكس تساوي النهاية حينما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية لإكس ناقص واحد على إكس، اللي كتساوي هي الليميت حينما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية للعدد إكس، اللي كتساوي ليا زائد ما لا نهاية بتعويض إكس بالقيمة زائد ما لا نهاية بالنسبة لصفر على اليمين وصفر على اليسار. دي الليميت حينما يؤول إكس إلى صفر على اليسار. كنمشي كنحسب في الوساخ ديالي كنعوض، الدالة عندي هي إكس ناقص واحد على إكس، عوض بصفر غتعطيني صفر ناقص صفر غيمشي طبعا، تبقى لي ناقص واحد على صفر. ناقص واحد على صفر كتساوي ما لا نهاية. السؤال اللي كيطرح راسو واش زائد ولا ناقص ما لا نهاية، باش كنعرفوها كنديرو جدول إشارة المقام. إذا الليميت حينما يؤول إكس إلى صفر على اليسار لإف لي إكس تساوي ما لا نهاية، وكذلك بالنسبة لحينما يؤول إكس إلى صفر على اليمين فإن النهاية تساوي ما لا نهاية. إذا باش نعرفوا واش زائد ولا ناقص ما لا نهاية كنشؤوا جدول إشارة المقام. هذا هو جدول إشارة المقام، المقام عندي هو إكس. إذا هنا ملي كنحسبوا النهاية على اليسار فصفر كياخذ هذه الإشارة اللي هي على اليسار اللي هي ناقص، وبالتالي هنا تولي صفر عنده ناقص، وناقص مع ناقص كتعطيني زائد، إذا هنا غنكتب زائد ما لا نهاية. بينما على اليمين صفر كياخذ الإشارة اللي على اليمين ديالو اللي هي زائد مع ناقص ديال واحد هي ناقص، وبالتالي هنا النهاية كتولي ناقص ما لا نهاية. شوفوا السؤال الثالث. السؤال الثالث هو حساب اف بريم لإكس. إذا كنعتبروا واحد الإكس هما قال لك من ار نجمة، ونحسبوا اف بريم لإكس.
اف بريم دي اكس تساوي هي اكس ناقص واحد على اكس بريم. الشقاق ديال اكس هو واحد، الشقاق ديال واحد على اكس هو ناقص واحد على اكس اس اثنان. انا كنخليها لكم هنا هي ناقص واحد على اكس اس اثنان، مع ناقص مع ناقص غتمشي غتولي هي واحد زائد واحد على اكس اس اثنان، وهكذا انا حسبت المشقة ديالي. اذا لانشاء جدول تغيرات الدالة يكفي دراسة اشارة الدالة اف بريم على المجال دي اف. اذا نقدر ننشأ الجدول التالي، بما ان الدالة غير معرفة في الصفر فإني هنا في الصفر كندير خطين متوازيين، اف بريم لي اكس خرجت لنا هي واحد زائد واحد على اكس اس اثنان. ثم كتلاحظوا بان هذا عدد قيمة موجبة كيفما كان اكس، لان واحد موجب وواحد موجب واكس اس اثنان موجب، وبالتالي فإشارة اف بريم دائما موجبة. إذا بما ان اف بريم موجبة فإن الدالة تزايدية على هذا المجال وتزايدية على هذا المجال. وهنا يكفي أن نوضع نهاية الحسب، النهاية حينما يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية، خرجت لنا هي ناقص ما لا نهاية، صفر على اليسار خرجت لنا زائد ما لا نهاية، صفر على اليمين النهاية خرجت لنا هي ناقص ما لا نهاية، وعند زائد ما لا نهاية النهاية خرجت لنا زائد ما لا نهاية. كلكم تأكدوا من الشيء انطلاقا من النتائج اللي وصلنا لها سابقا. وكيبقى لي السؤال الأخير وهو تحديد معادلة المماس عند النقطة ذات الأفصول واحد. إذا حنا حسبنا اف بريم لإكس خرجت لنا هي واحد زائد واحد على إكس أس ستان، وعندنا الدالة اف الصيغة ديالها هي إكس ناقص واحد على إكس. إذا سهل لحساب ولا تحديد معادلة المماس، كنديرو إكغيك تساوي اف بريم للعدد واحد، أنا بغينا عند الأفصول واحد، عامل لي إكس ناقص واحد زائد اف لي واحد. وكيف كيبقى لي دابا اني نعوض، اذا ايغريك تساوي اف بريم لي واحد هي اثنان، عامل لي اكس ناقص واحد زائد اف لي واحد اللي هي صفر. وبالتالي فان معادلة المماس انا غنسمي هنا دلتا، نكتب ان دلتا مماس ديالي معادلة ديالو إيكغيك يساوي نشر هادشي 2 إكس ناقص 2. كمعلومة إضافية نقدر نفيدكم بها، فإني كنعرض عليكم أنكم تزوروا الموقع www.desmos.com/calculator. هذا الموقع كيسمح لنا بإنشاء الدوال والمستقيمات انطلاقا من المعادلات أو من السياق ديالو. مثلا على اليسار كنكتب صيغة الدالة ديالي اللي هي إكس ناقص 1 على إكس، كنضغط على الزر هذا ثم بالأحمر كيمثل لي منحنى الدالة اف، وهكذا كتكون عندي واحد النظرة على داكشي اللي خرجت هنا، واش داك التمرين عندي صحيح أو لا خطأ. في الحالة ديالنا حنا معادلة المماس وجدناها إيكغيك يساوي 2 إكس ناقص 2، وقلنا بأنه مماس للمنحنى عند النقطة ذات الأفصول واحد. ثم كتلاحظوا بأن النقطة ذات الأفصول واحد هي النقطة هذه، ثم هنايا الأفصول واحد والأرجو بصفر. إذا كنضغط هنايا كنشأ لي المستقيم ديالي ذو المعادلة إيكغيك يساوي 2 إكس ناقص 2. كما كتلاحظوا بأن المستقيم مماس للمنحنى عند النقطة ذات الأفصول واحد، هكذا كنكون مأكد بأن النتيجة ديالي نتيجة صحيحة. ندوزو دابا لفقرة التأويل الهندسي. في الحصة ديال اليوم غنشوفو كيف يتصرف منحنى دالة عندما تكون إف غير قابلة للإشقاق في نقطة معلومة. لهذا المثال ناخذ الدالة اف المعرفة ب اف لي اكس كتساوي اكس ناقص 2 قيمة مطلقة زائد 1 لكل اكس من ار. المطلوب هو ادرس قابلية الشقاق الدالة اف عند 2، كما قدمت لكم قبل قليل فحنا غنهضرو على دالة غير قابلية للاشتقاق، وبالتالي فالجواب هنا راه باين، الدالة غير قابلية للاشتقاق. البرهان كنخليكم نتوما تبينوا عليه، لأن في فيديوهات سابقة درنا مثال بحال هذا المثال هذا، كلكم ترجعوا ليه للاستعانة في حل هذا المثال هذا. إذا حنا الدالة اف غير قابلة للشقاق، نمشيو نرجعو لديسموس ونشوفو المنحنى ديال الدالة هذه. إذا في موقع ديسموس أنا نشأت الدالة إكس ناقص 2 زائد 1، طبعا القيمة المطلقة. ثم كتلاحظو هنا في النقطة ذات الأفصول 2 المنحنى يمثل سن من أسنان المنشار، يعني أن هنا كنستنتجو بأن انطلاقا من المنحنى فيما شفت في شي نقطة أن عندي سن المنشار، فإني كنعرف مباشرة بأن الدالة غير قابلة للإشقاق عند
النقطه اثنان. كنتمنى تكون استفدت معايا في الدرس اليوم. على امل نتلاقاو في حصه اخرى درس جديد من دروس ماده الرياضيات لسنه الثانيه بكالوريا علوم تجريبيه.